السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة خبز في منتهى الجمال، لما تجربوه مرة مش هتبطلوا تعملوه. عارفين لما تاكلوا حاجة وتفضلوا شبعانين طول الوقت؟ وصفة النهاردة من غير اي نوع من الدقيق، فهي مناسبة للناس اللي عندها حساسية من الجلوتين، كمان وصفة من غير نشويات، يعني اكيد هتخسوا. وصفة رائعة جدا جدا. بصوا ده شكلها، بقول لكم ان العجينة دي مش هلمسها، يعني من غير عجن ومن غير تعب خالص، بثلاث مكونات واضافات بسيطه جدا. وزي ما احنا شايفين واحد منه فعلا فعلا شبع رهيب. ده عباره عن ايه؟ اول مكون معايا هيكون المصل بتاع الزبادي. لما عملنا مع بعض اللبنه وعملنا كذا حاجه، نزل من الزبادي المتصفي ده السائل ده، وانا قلت لكم ما ترموهوش، هنعمل بيه حاجات كتير جدا. ده من ضمن الحاجات. عايزه اقول لكم ان 50 جرام او 100 جرام منه في حوالي 20 سعر حراري، يعني سعراته الحراريه قليله جدا. تاني مكون معايا هيكون بذور الكتان، من الحاجات الجميله اللي مليانه اوميجا 3، بتدي شبع وكمان ما تقلقوش خالص من الطعم، الطعم هيكون جميل جدا. طيب انا هعمل اول وصفه هتكون ببياض بيضه واحده فقط، يعني جبت بيضه وخدت منها البياض، الصفار مش هستعمله. في ناس كتير بيكتبوا لي يا سلوى في التعليقات، طب احنا بنحب نعمل الوصفه بالبيض كامل عشان منرميش الصفار. فهعمل الوصفتين قدامكم وهوريكم النتيجه. وصفه كامله كلها ببياض البيض فقط، والوصفه الثانيه ببيضه كامله. وكمان احتاج سمسم وحبه البركه للنكهه، المواد الرافعه والملح، يعني مكونات بسيطه وهي مكتوبه اهي على الشاشه، وان شاء الله تكون موجوده عندك. طيب اول حاجه بذور الكتان بتكون عليها تراب، وبتكون ما ينفعش ان احنا نستعملها على طول، مجرد ما احط عليها ميه كده، بصوا محتاجه ان هي تتغسل، ولكن غسل على السريع، نحط عليها ميه وننزل الميه ونشطفها لحد ما تكون بقت نظيفه. فانا هستعمل في الوصفه الاولى نص كوبايه من بذور الكتان المغسوله. يعني ايه المغسوله؟ زي ما انتوا شفتوا كده، نغسلها ونحطها في مصفى وبسرعه، لان هي لو اتحطت في ميه واتسابت هيتحول لجل، فاحنا عايزين نشتغل بسرعه. دي نص كوبايه من بذور الكتان المغسوله، ماشي؟ طيب تعالوا نحطها على طول في طبق ونعمل اول وصفه. المكيال الاصفر ده هو نص كوبايه، استعملي اي كوبايه عندك لكل حاجه. طيب تعالوا نحط بياض البيضه، بياض بيضة واحدة فقط، والوصفة اللي أنا عايزة كنت أعملها الأصلية بالبياض، يعني هقول لكم أي واحدة فيهم هتطلع أحلى وانتوا هتشوفوا بنفسكم. طيب ده عبارة عن المصل بتاع الزبادي أو المية اللي نزلت من الزبادي، عايزة منه نص معلقة، نص كوباية مش مليانة، زي ما احنا شايفين كده نفس الكوب بس مش مليان. خلاص كده دي أول وصفة، شايفين كده التلات مكونات، سهلة جدا، خليها على جنب. وتعالوا نعمل الوصفة التانية. احنا قلنا ان احنا نشتغل الاتنين مع بعض عشان الناس اللي عايزة تعملها بالبيضة كاملة. في نفس الكلام على طول، هحط نص كوباية من بذور الكتان المغسولة، بتمنى ان انتوا ما تجروش الفيديو وتشوفوا التفاصيل كلها، معلش يعني خلونا قاعدين شوية مع بعض في المطبخ، مش هيجرى حاجة عشان في تفاصيل كتير عشان ينجح معاك ان شاء الله. نص كوبايه مش مليانه من الميه بتاعه الزبادي، والناس اللي ما عندهاش او ما عملتش اللبنه وما عندهاش الميه دي، تقدر تحط يعني معلقه واحده من اي نوع زبادي وتزود ميه او حتى لبن رايب. تعالوا نحط البيضه كامله. طيب يفضل ان احنا نسيب الخليط ده شويه، حوالي ربع ساعه، ولكن تعالوا نشتغل على طول. ده الخليط الاول رقم واحد اللي احنا عملنا فيه ايه؟ بياض بيضة فقط. افتكروا الاطباق علشان ما يتلخبطش معانا. هجيب الهاند بلندر، وزي ما احنا شايفين ولا احتاج اي حاجة غير كده، ولا عجن ولا تعب خالص، الموضوع بسيط جدا، وان شاء الله تقومي تجربيه على طول بعد الفيديو، مش محتاجة اي مجهود ولا تعب. بصوا اضرب شوية، يعني اضرب كويس بالهاند بلندر، كل ما هضرب كده نخلي بالنا ان بذور الكتان مش مطحونة ولا اي حاجة، مجرد مغسولة فقط زي ما قلنا. ودي الوصفة التانية، الطبق التاني اهو نفس الموضوع بالظبط، زي ما عملت الاول هعمل التاني. ده اللي كان بالبيضة كاملة، في فرق طبعا في الشكل، وهيكون في فرق في النتيجة. ايوة شوية، انا كسلوى برشح لكم اللي انتوا تجربوا ايه، اللي انتوا تجربوا بياض البيضة، يلا كان نفسي تشوفوا النتيجة لوحدكم، بس ايه خليني اقول لكم الاول.
طيب دي الوصفة الأولانية اللي أنا بقول لكم اعملوها، ودي الوصفة التانية بالبيضة الكاملة. بصوا كده الكمية دي هتعمل لي 5 أرغفة حلوين يعني. طيب تعالوا نحط عليهم بقى النكهة. فأنا النهاردة هنا هحط سمسم وحبة البركة، معلقة كبيرة من السمسم ونص معلقة كبيرة من حبة البركة، وزي ما حطيت هنا هحط هنا. تعالوا نحط الملح، يعني حوالي ربع معلقة صغيرة من الملح، بستعمل ملح الملاية أو أي نوع ملح يكون جودته كويسة. تعالوا نستعمل بقى المواد الرافعة اللي هما هيكونوا نوعين، البيكنج صودا نص معلقة صغيرة في الناحيتين هنا زي هنا، والبيكنج باودر برضو نص معلقة صغيرة. يا سلوى كده خلصتي؟ ايوه كده خلص. في اسهل من كده؟ خبز مش ممكن على سهولته، طعمه مقبول جدا وطعمه حلو جدا، ولكن في تركه مهمه قوي قلت لكم خليكم معايا، يعني ما فيش احلى من قعده المطبخ. خلينا قاعدين بس شويه كده وهقول لكم بالتفصيل كل حاجه عشان ما انساش حاجه. هنبتدي نقلب كده، ده الخليط اللي هو الاولاني اللي انا بقول لكم يعني بفضل ان انتوا تجربوه، اللي هو هيكون ببياض البيضه. تعالوا نشوف الخليط التاني برضو هنقلبه كويس. ممكن بعد ما نقلبه نسيبه وما ندخلوش على طول في الفرن، وممكن نشتغل على طول، ولكن لما بنسيبه بيجيب نتيجة احسن. نسيبه حوالي ربع ساعة، نشغل الفرن على درجة حرارة 180 عشان لما يجي يخش الفرن يكون الفرن ايه سخن من قبلها حوالي ب10 دقايق عشان يديني النتيجة اللي انتوا ان شاء الله هتشوفوها. تعالوا نجيب ايه؟ تعالوا نجيب صينيتين، ده الخليط الاول وده الخليط التاني. نجيب صينيتين نحط كل واحدة في واحدة عشان تشوفوا الفرق، عشان اللي عايز يعمل ده يعمله واللي عايز يعمل ده يعمله. اول واحد هخليه الفريق الاحمر احط له سماء، والتاني اللي هو بالبيضة الكاملة هخليه الفريق الاخضر احط له من الزعتر. ده الفريق الاولاني اللي احنا هنحط له سماء اللي هو ببياض البيض فقط. في ناس كتير في التعليقات بعد ما بعمل اي وصفه ينفع يا سلوى بالبيضه كامله من غير بياض البيض؟ طب انتوا تشوفوا النتيجه بنفسكم عشان تبقوا عارفين. بصوا كده بالمعلقه من غير تعب خالص ولا عجن ولا لمس العجينه. مين ما بيحبش يلمس العجينه؟ مع ان انا بحب جدا المس العجينه، بس ايه دايما بحب اجيب لكم وصفات سهله، والوصفه طبعا حصريه زي ما انتم متعودين معايا وصفات، يعني الحمد لله والشكر لله من ابتكاري الشخصي ومن تجربتي قدام الفرن، يعني عشان اطلع لكم حاجه حلوه جدا جدا. تعالوا نحط السماء، قلنا ده هيكون الفريق الاحمر رقم واحد اللي هو ببياض البيض. فكرتكم كم مره؟ طيب خلينا نحطه على جنب ونعمل الفريق الاخضر اللي هو الثاني اللي هو كان بالبيضه كامله. هو هيديني كميه اكتر، يعني هو ده في بيضه كامله، يعني في زياده صفار عن المقادير التانية، فبالتالي كمية هتكون اكتر شوية، ولكن النتيجة في الفرن هنشوفها دلوقتي. تعال نحط عليه الزعتر، طبعا نقدر نحط اي نكهة. يلا شغلنا الفرن على درجة حرارة 180، هدخلهم جوه الفرن ربع ساعة، بعد 15 دقيقة هنشوف شكلهم عامل ازاي. يفضل اللي احنا نعمل تايمر يعني او حاجة. بصوا بعد 15 دقيقة نفخ ازاي، ده اللي هو ايه الفريق الاول اللي هو ببياض البيضة، وده التاني. شايفين التاني ما نفخش ازاي زيه؟ هو نفخ وهيتفتح وكل حاجة، ولكن ده نتيجته افضل. طيب بعد 15 دقيقة هنطلعه من الفرن؟ لا، هنعمل ايه؟ هنقلل درجة الحرارة شوية ل160 ونسيبه تاني جوه ربع ساعة. طيب الناس اللي مش عايزه تسيبه نص ساعه جوه الفرن هتعمل ايه؟ بعد ربع ساعه نقدر ندخله جوه الميكروويف ينفخ تاني ويستوي كويس جدا من جوه، علشان ما تلاقوهوش ني لازم يستوي كويس. ده بيكون شكله بعد ما بيطلع من الفرن بيهبط، مفيش مشكله خالص، بس كفايه ان هو نفخ ويقدر يتفتح ويتعمل سندوتشات. والتاني برضو بيهبط برضو زي ما احنا شايفين، ده التاني اللي هو بالبيضه الكامله لو جينا نفتحه هنلاقيه بيتفتح. التسوية مهمة جدا عشان نفتحه من جوه نلاقيه مستوي معانا. قلنا الخيارين، لا اما نكمل في الفرن
لا اما احطه في الميكروويف دلوقتي لما اعمل ساندوتش كده، دي اللبنه وفلفل وطماطم وزيتون، ساندوتش بجد جنب اي مشروب، ولو جدع جوع تاني. ايه رايكم؟ في منتهى منتهى الجمال. دي الوصفه الاولانيه، وده الوصفه التانية اهي برضو بيتفتح ويتعمل برضو سندوتشات. اتمنى ان شاء الله فيديو النهارده يكون عجبكم، واكتبوا لي تحت في التعليقات هتجربوا واحد ولا اتنين. اشوفكم على خير ومع السلامه.